نعم ديلان، يعني حقيقة أن الروايتين الروسية والأوكرانية متضاربتين، فالرواية الروسية تتحدث عن إطباق شبه كامل على محور باخموت والسيطرة على جميع المنافذ عدا منفذ واحد، وهو المنفذ الذي تحدث عنه يفغيني بريغوجين قائد قوات فاغنر، الذي دعا الرئيس زيلينسكي إلى انسحاب القوات الأوكرانية من باخموت، وأن المدينة محاصرة بشكل شبه كامل، وأنه ترك هذا المنفذ لخروج ما تبقى من المدنيين من الشيوخ والأطفال، لبقاء وهذا المنفذ دعا من خلاله أيضا الرئيس زيلينسكي لإخراج المدنيين. لكن الرواية الأوكرانية تتحدث عن أن العمليات القتالية ما زالت مستمرة والقوات الأوكرانية متمسكة في المدينة في داخل المدينة، وحتى اليوم تقاتل بشراسة القوات الروسية. ولكن أيضا هناك حول مدينة باخموت وعلى عدة بلدات في الجهة الشمالية الغربية أيضا يدور قتال عنيف عند مدينة أريخوفا وبغدانوفا وأيضا في بلدات صغيرة أخرى، وصولا إلى مدينة بريخوفا التي تحاول القوات أو خروموفا عفوا التي تحاول القوات الروسية الوصول إليها بشتى الوسائل، كونها تشكل عقدة للمواصلات ومنطقة استراتيجية قريبة لمدينة باخموت والسيطرة طيب عليها مرام. يعني السيطرة على كامل مدينة باخموت. ماذا يعني السيطرة الروسية على باخموت؟ ما أهمية هذه المدينة بالنسبة لموسكو؟ يعني ديلان، باتت هذه المدينة لها أهمية استراتيجية ورمزية في آن واحد. الأهمية الاستراتيجية هي السيطرة على مدينة باخموت، أي الوصول إلى المدن الكبرى ككراماتورسك وأيضا سلافيانسك، والوصول إلى هذه المدن أي السيطرة على كامل مقاطعة دونيتسك، وبالتالي تسهيل السيطرة على منطقة الدنباس التي هي الهدف الأساسي للقوات الروسية منذ بدء الأزمة الأوكرانية. لكن الأهمية الرمزية التي تحملها هذه المدينة هو عدد القتلى وعدد الضحايا والوعدات التي خسرها الطرفين على مدار أشهر، وطول هذه المعركة يؤدي في انتصار أحد الأطراف إلى ربما قوة رمزية يمكن أن يعطيها أحد الطرفين لجيشيه في حال تمت السيطرة عليها بشكل كامل. نعم طيب ديلان. طيب كيف تنظر موسكو لهذه الهجمات التي استهدفت أراضيها مؤخرا، وما الرد الفعل المتوقع بهذا الشأن؟ يعني حقيقة الرئيس فلاديمير بوتين صرح لقوات الأمن والاستخبارات الروسية أنه يجب السيطرة على هذه العمليات، وأنه يجب وضع تجديد أكبر للقوات الأمنية والاستخباراتية وخاصة على الحدود الروسية الأوكرانية، وأن هذه المسيرات لن تؤثر على سير العمليات العسكرية، فهي لن تؤدي إلى أضرار في داخل موسكو تحديدا عند موسكو التي سقطت بالقرب منها طائرة مسيرة، وأيضا الهجمات الأخيرة في بريانسك أيضا من قبل مجموعات قد تسللت إلى الداخل الروسي بحسب الرواية الروسية والتي نفتها الرواية الأوكرانية. وتحدث أيضا الأمن الفيدرالي عن السيطرة السريعة على هذه المحاولة الأوكرانية، وأنه تم القبض على معظم من تسللوا إلى هذه الأراضي، واتهمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهم مجموعة إرهابية كما وصفهم، وأنهم من النازيين الجدد، ويجب طبعا السيطرة على جميع هذه العمليات والمجموعات التي تحاول بث الرعب داخل المواطنين الروس في العمق الروسي. نعم ديلان. الزميلة مرام حمصي مراسلة اليوم كنت معي من موسكو، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به.